اليوم جيت نشارك معكم التجربة ديالي في موقع تي بابليك. اللي ما كيعرفش تي بابليك فهو موقع الطباعة عند الصرف، مشهور بزاف وكاع الناس اللي خدامين في ميرش باي امازون الاغلبية فتح فيه كونت وخدم به حتى هو. هادشي اللي خلاني نسجل فيه حتى انا ونجرب الخدمة فيه. شديت كاع الديزاينات اللي عندي وحطيتهم فيه وتيقوني تفاجأت بالنتيجة، كانت النتيجة واعرة. وقلت ضروري خصني نشارك التجربة هذه في القناة ديالنا، حيت فريمون واحد المصدر ديال الدخل زوين اللي تقدر ديرو كدخل سلبي باسيف انكم. مرة نبقى ندير الفيديوهات بحال هكا ونشارك معكم التجارب ديالي. ولا بغيتو تبقاو تشوفوا فيديوهات بحال هكا راه نتوما عارفين اشتراك في القناة وخليو لايك وديروا شي كومنت زوين بحالكم. وراه نتوما عارفين كل ما كثر التفاعل والتشجيع في القناة كل ما كتحفزوني انني نعطيكم اكثر. لايك صافي، نبقى نشارك معك التجارب ديال بينكي وابراهيم. يلا نكملوا. الناس اللي كتسمع اول مره بالطباعه عند الطلب فهو دومين مشهور بزاف ومعروف، تقدر ديرو اونلاين وتقدر ديرو اوفلاين. بحال مثلا احنا ملي كنديرو السيبليماسيون اللي كنت شرحت الطباعه على الكؤوس، الفرق اللي بيناتهم هو ان الموقع كيكون وسيط بينك وبين الزبون، انت عليك التصميم والموقع عليه الطباعه والليفريزون. بحال تي بابليك تماما، انت كتصمم وتحط فيه وهو كيبيع وكيشحن للزبائن اللي شراو منك، انت كتاخذ الحصه ديالك وهو كياخذ الحصه ديالو. ماشي واعره هادي الخوت، كيهنيوك بانك تشري لي ماشين وتقلب على الكليان، انت غير ديزايني وحط، ولا شي حد عجبو الديزاين ديالك راه غادي يشري منك وتي بابليك غادي تشحلو المنتج. ما عندك والو وما غادي تخسر والو من غير الجهد والتصاميم اللي غادي تصمم وتحطهم في تي بابليك. هذا شرح مبسط على الطباعه عند الطلب الخوت، انا عطيتك غير الملخص ديال الطباعه عند الطلب وانت عليك البقيه. تفهمنا؟ اوكي نكملوا. بالنسبه للتجربه ديالي في موقع الخوت فهي بسيطه جدا. في الاخر ديال شهر 11 قلت علاش لا ما نسجلش في موقع تي بابليك ونبدا نحط فيه الديزاينات ديالي. كان عندي 130 ديزاين اللي كنت خدمتهم باش نحطهم في موقع ميرش باي امازون. حطيت الديزاينات كاملين ومع كانت جات مع راس العام وكل شيء كيشري، فكانت هذه هي النتيجه. داك الشيء مفرقع بالمعقول الخوت. الاغلبيه الحاجات اللي تباعوا لي الخوت هما الفون كيسز، تي شيرت وستيكرز. فانت ملي تكون كديزايني دير بحساب هاد ثلاثه ديال لي بروداكت. الاحسن تخدم ديزاين كيوالمهم بثلاثه. قبل ما تخدم في هاد السيت هذا خصك تسجل، هي الاولى. خليت لكم اللين ديال السيت في الديسكريبشن تحت الفيديو، كليكي عليه وتبع معايا الخطوات باش تسجل بطريقه صحيحه. حيت بعض المرات كتسجل ولكن السطور ديالك بحال كيتحجب عن الرؤيه من محركات البحث ديال تي بابليك، بمعنى البروداكتات ديالك ما كيبقاوش يبانو في تي بابليك. واخا طابي نفس الكلمه المفتاحيه اللي درتيها في التايتل والديسكريبشن والطاقات، غالبا كتكون غفلتي شي حاجه. لذلك طبق معايا التسجيل اللي غادي نشرح لك دابا، اللي راه في ديسكريبشن لتحت كما قلت لكم، برك عليه واجي نكملو. بعد ما كليكيتي على اللين اللي في ديسكريبشن غادي تخرج لك هاد الباج هادي بحال هكا. اول حاجه كتمشي للايميل ديالك وكتحطو هنايا، كدير كرييت ان اكونت، كدير المعلومات ديالك هنايا كاملين. تاكدوا انكم ديروا المعلومات صحيحه، انا غادي ندير المعلومات غير من راسي وانتم خصكم ديروا المعلومات ديالكم. انا حيت ديجا عندي كونط عليها غادي نعاود بمعلومات غير من الراس ديالي. دونك غادي نديرو سامي ماشي كونتري ات ازدو مروكو، باسورد غتكوشي هاد الخيار هذا هو، وغادي ديرو كرييت ماي اكونت، غادي تبركو على ريسنت ايميل، كتبركو على الميساج اللي جاكم في الايميل، نديرو اكتيف ناو، يور ايميل واز سكسسفولي فيريفايد بليز لوجين ان. هذا قديم كون جربته، غادي ندير السجل به دابا. وها هو الكونت ديالنا تفتح. دابا غادي نسدو الايميل، نسدو الباجات كاملين ونخليو غير الكونت اللي كريناه. دابا غادي نديرو ابلود ديزاين، غادي نسميو ستور ديالنا، غادي نسميوه ويب كو
كوفي وغادي نابلوديو الديزاين ديالنا. انا عندي ديجا واحد ديزاين عدلته غادي نابلودي نجرب به. اول ديزاين ديالنا تعدل. دابا كنديروا التايتل هنايا اي ام ذا بيست ثينج ماي وايف ايفر فاوند on the internet. ندير كوبي هادي نعاودوها في نفس الطاق هنايا. كاين دروس بزاف على تي بابليك في يوتيوب، كيفاش دير الطاقات، كيفاش دير ديسكريبشن، كيفاش دير كلشي. ننصحكم تقلبوا عليهم راسكم وتشوفوا فيديوهات بزاف باش تفهموا اللعبه كيفاش عامله، يعني باش تفهموا تي بابليك كيفاش خدام وكيفاش ديروا تبيعوا فيه. راه ضروري من البحث الخوت، راه ماشي غير اجي ودخل وحط اللي كان وتوقع ان داكشي غادي يتباع لك. داكشي خصو دراسه وخصك تكون فاهمو عاد تبدا فيه. دابا انا راه بحال اللي غير كنوريكم كيفاش كيدير هادشي هذا، وانت من بعد خصك تمشي ليوتيوب وجوجل وتبحث على هادشي هذا وتتعلم عاد تبدا تخدم. من بعد ما وضحت الامور الخوت نكملوا الشرح. المهم نديروا الطاقات هنايا ديسكريبشن ديال الديزاين، نديرها تخربيقه طاقات. خصك كما قلنا خصك دير طاقات اي ام بيستينغ باش يتقبلنا الديزاين. هنا كيسولك زعما واش الديزاين هذا لي ادولت، يعني واش فيه شي حاجه بلس 18؟ كتقول له نو، الا كان شي حاجه فيها بلس 18 فعلا ديك الساعه دير يس. المهم نختاروا الكولور ديال التيشيرت كحل، ديما الكحل. وهنايا عاوتاني نخليو هاد لي كولور كامله كما كتشوفوا جا موالم مع بروداكتات كاملين. ها هو كيجا كدير اي هاف ريد اند اجري، ثم كدير بابليش. ومبروك علينا، حنا نشرنا اول بروداكت في تي بابليك. دابا غادي نرجعو للاكونت سيتينغ. اكونت سيتينغ غادي تلقى الداشبورد، غادي تلقى عندك هنا نيكست بيمنت وديس مونت وتوتال ايرنين وايتمز سولد. يعني هنا كتلقى عندك المبيعات اللي بعتيهم حياتك كامله من نهار بديتي تي بابليك، وهنا التوتال من نهار بديتي تي بابليك، وهنايا الربح ديال هاد الشهر هذا، وهنايا البيمنت اللي غادي تدوز لك هاد الشهر هذا. بالنسبه للخلاصه الخوت راه كيخلصوا كل 15 في الشهر. بالنسبه للميثود ديال البيمنت يا اما باي بال يا اما بايونير، يعني اللي كان عندك فيهم هو هذاك. هنا ايديت ستور، هايد ستور نيم، هايد لوكيشن، ديرو موروكو. من الاحسن دير معلومات صحيحه، تاكدوا انكم تعمروا هاد السوشيال لينك هادو، واخا يعني واخا تعدلوهم وتحطوهم هنايا، ما تخليوش هادشي هذا خاوي، عمرو كلش. وهكا الخوت غتكون ساليتي كلشي، وغيكون السطور ديالك معدل، كيبقى لك غير كنظن واقيلا التصويره ديال البروفيل. دابا غادي نبركو على فيو ماي ستور فرونت، وغادي نمشيو نشوفو السطور كيفاش عامل. ديك الساعه خصك تقادلو نتايا الكوفر ديالو هنايا، وتقادلو هنايا التصويره، يعني التصويره ديال البروفيل. والديزاينات ديالك غادي يبانو بحال هاد الشكل هذا هنايا، بحال هاد الديزاين هذا اللي حاطينه هنايا. وهاد الديزاين هذا راه تحط في جميع انواع بروداكت، في التيشيرت، في الموكس، في التوب تانك، في الهوديز، في كلشي. وهنا الخوت الا بغيتي تعدل شي البوم مثلا يكون عندك الكاتيجوريز، يعني مثلا يكون عندك واحد الكاتيجوري ديال الكاتس، واحد الكاتيجوري ديال الدوغز، واحد الكاتيجوري عاوتاني ديال هيومن ريسورس، وانت غادي يعني عدل داكشي على حسب النيشات اللي غتخدمو، ودير كل نيش في الالبوم ديالو. وتنانا الخوت تكون كملتي التسجيل، يعني الا كملتي هادشي هذا كامل اللي قلت لك غتكون كملتي التسجيل بطريقه صحيحه 100%. وما عندك مناش تخاف، خصك ديك الساعات غير تفوكسي على الخدمه، خد ديزاينات نقيين ما غادي يكون غير الخير. وتن هنا كيكون سال الفيديو ديالنا الخوت. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، وما تنساوش الخوت دعموا القناه باشتراك ولايك وكومنت. نشوفكم في درس اخر الخوت. كان معكم محمد هشيم، السلام عليكم.